السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كحرم فاتوش فاميلي سود وذا وولاشين فاتوش شنال كدعواني سينا وفاتوش فاميلي وبركز تجعل إني أبريد إن السيصح مركا إن شاء الله إذا كنا جنال سبسكرايب سارة أصحابتي من اللوة ذاقة وأن كمان سنت إنسان مركز تقيم وحرم تهير هذه النقلة حق سناب شات كذه النقلة البيزنس كي يقول لنا قدرت كأنها يصير إن وحنا سمي سين سناب شات كي صادر صدى مركب واحد عارفين سين بيزنس كي إن شاء الله وأونلاين كأنك سمعيه وأنا مهسنتي صحبت نجا أدي قتة وما شاء الله أتكن وحرم السلام عليكم كسر دواد فاتوش فاميلي ما شاء الله وحي ما دهي هذا قرح بدن وحد كه اللي كرتا إن ستور كنا أونلاين كتلفن كنا الصوا أما سناب شات كإجلا هذا الصدقة له وحاي ما ذا قوي عش السريرها إيو مسك قدرة إن علبة السري شيب النوان سمينا إن شاء الله. سو ما أنت بحرب أبديت حاجة وحمريان وأكتي فتوش همين كستوينا أبديت كرسا وحيا بها كصعد أمريكا إن لسعد سيا وحيا بضم بعض صعدة إن كستو هوليدي هوليدي للجالي tomorrow يا tomorrow سنين تهوليدي واي إن وحي نقنا الساعة وحاوي هوليدي سمعت ها هو مارتن لوثران كين قف كان أقولين وحاي أود بالدجان وقت جانا كله سكول ده فصح واي شقولين كنا فصح واي وحاي لود بالدجا human rights كو نينكي أسود تقالمي قولت لي مركا استقلش وقت جيسي تا سنة كدلش ديسي وا لود بالدجا وقت جيسي لود بالدجا يعني وا هوليدي ما دام نينو تي وضن كتاريق كله و أها ساس بلو قد بالدقاء مرك بري وفصح الدون كدام برف باكا سعادة استيرا برف كي الدون كا وحان كو إرميل وسيكا سعان مالا من السارة إيا استيديا دقنا بوكا سعادة مرك بفور هادي على على ترافل غرين يسيد بفور عادن ترافل غرين أما عادن بحنين اسكافير وادر كه اسكافير وادر كواد نبواي إن ضبيلة يوحنا كل برف كانوا ضبيلة صعدان لما بنضرب كرين كرا بركز كفيري إن شاء الله إن استومولس تشيجي إن ولدت بنا بسوي تيرو حلي فتوشي أو استومولس تشيج مسوا صعدة ميا تشايل تاكسي كريدت كي داتس بيت كبير كستلي يجي سوي ديو مس محا كل دعاي يونا دور الدم بركة وحلا جي سوي ما فاهم سام إن وفيري وحواي وقت بقى قاعدة تاع وح كستور لبروف كريل إس كم السوق بوتيو إن سيد الله هلا الله هلا أما وي سورتو بن أما مل سورت قريو إن كونغرس وحال شغل إن أي صار وضعن باكج باكج كاس أو فوكس كرينا يا جرع سجا لو عاونا يعني وحي أباها واي وإسبتالة يو قناع سيادة واي كونغرس مارك وحكا استوى لغو داري كرا تشالتك سكردد باكيج كي بايدن أو بيلد باك بارر أها أو تشالتك سكردد كو كتشري ولي ميسك لغا ما قادن يعني ميسكو سارية مركو لغولي يوحا واي ما أوسن جيف أب غرينين أو ولي وحي اسكو ديا إن أي باس غرين وقت أي تحايبة مركا لغداس وحبا ماشا سارن أو ديوا باكيج كو عصوب أو كونغرس كي لغسو يو يوه وبث ديمقراطية أي إن صوصة ما ينعيان مركا إن وحوى سلو واي وقف يعني قف كستوح لي واي أصوات داه دي حدي حتى جال تكسكر لبحنا فيبروري جيني وروابا لعفتي ميس إهن ساعدانو قال إن إن أولري دي وحلا باس كرأي أولا أبقال عضو داد قار كدو حان داي أركاي وحان أركاي أدهايان وحالي يرفتو شي تكسير تاين كأي لغو صوت تكسر تاني جاد تكسر ده شخص وما نحن يعني وباكج كان صعدة تكسر تاني وحلو وقصة دريا كوهرة ولما هذه حد تشوكس اللي حد برضه ضمبع يا هدي اللي حد برضه لقعدنا وحكاها مغنيين لكن تن جن ورسعة للعافي لقوم صادر كرا تكسر تاني لقوم صادر كرا بكاس وعلى بس سنة ذو كل دول تكسر الحرينة و 2021 لعقتان و 2022 مركز شقة اسمه نهان هذي على أي سمايان أصيدي وايت هاوس ك وهذا قرار وربحنت أي سمايان أو أحي هذي أن جن وريك جاري وينو حلقة يابا فبراير إن الله ببي من تسمينا يعني الله جنوري فبراير لسكو كاس لسكو ضرنا دتك بعلاقة يا بعث حسن ولي وربحين في يعني كم صابحين مركز stay tuned ماشان بقى أركيسين بقى كتشك وهرة هذا صابح يوح وسمينا يعني سدوا كلا إن ببعض كأن لسه وده جاي إن حيت إن كده البنك تيد
ان طبعاً إيه سجالك والسيدي سي واي واتكد البنكرتا يعني ماسك يدل ماسك ما هن ان تيل اسكو تيست جرين كورونا فيروس اسكو باراي دتك قار بدو حد سويدين يسالغا يابا هدي انا او باهنين ان اسكو بارن وحا بيكوز وحا او باهنتاي اني تايم او باهنيسيد ما هدا ما جرينتا لو قوم سينيسو اسك دلبنكرتا غورغا دغان كرتا مركو خنو كا حنسن اما اديغا حنوستين انت عاد اسبيتالكا فايل او غريليدو بنانك او بخيلهد oo hatta haddu ku dhaca asii faafin lahayd ayaad isticmaali kartaa isku baari kartaa sidoo kale waxa la sheegay isla website kan in N95 ka maskiga oo fiican oo kide atka aha in maxaa la dhigi jiray la soo gelinayo waa markii la dhameeyay waa way ka shaqeynayaan wali markii la dhameeyay N95 kaas uu sheegay madaxweynaha in la soo gelin doono marka kan ka dalbo maxaa ha yaraysan kan isku baaray because waxa weeye habadi kaliya waxa la yiraahdo teridaal habadi kaliya aad dimacdid inaa ka soo gadatid hadda qofka u baahdo damaca inuu guriga ama isku baaro ama ilmihiisa ku baarto wuxuu sameynaya waa inaa ka soo gadataa farmashiyaha $30 waa cala habad house gurigi hadda address marka aad dalbato 19 kala furo address marka ku dalbatid waxa laga yaabaa in waxa lagu soo diraa lagaa baahna 4 xabo leedii halkii guriga 4 xabo ee loo ogol yahay inay dalbato because waxa la diidayaa they will trip diin dadkiiba aad u badan 500 million in lagu shubay mar hadana 500 million kala inuu madaxweynaha dalbay they will badin wax badan waayay in marka ka faa'iideysto dalbada because waa lacag waayay lacag ku save kareynaysa qof weyn ba ka xanuunsan karo adribina isbitaalka geysid marka wayna markay 19 ka tahay ku yaaca kulligiina dalbada insha Allah hadda waxa la yiri badana baanta aqrinay news waxa la dhahay waxa la yiri isbitaaladii oo noqonayaan meesha ugu badan ee laga soo qaadaayo COVID-19 ka dadki badankood because dadki jiifay baa lagu dhahay ayuu ku dhacay xanuunki qofkii already uu isbitaalka jiifay uu jirnaa COVID uma jirnin ama isbitaalka qof geeyay ama isbitaalka tagay uu jiifsaday because jirooyin kala loo jiiftaa covid ba ku dhacay ali waxaasna waxa keenaya in ba loo maleynaya in dadka shaqaalaha yacni oo caafimaad ka shaqeeya ama dhaqtaraha ama nurse aan oo xanuunsanay because all day dadkaas ay la kulmayeen xanuunki ka qaadan qofkii labaad markay u tagaan ayagii isweydiinin inay qabaan in kale ay waxay sameynayaan ay qofka xalaga inay daaweeyaan taariikhdii ay ku daareen bagu cali dadku ugu badan oo qaadaya hadda waxay noqotay dadkii isbitaalada jiifaba ayaa qaaday qofkaas oo xalaga yaaba si kala jiray kale uu jiifteen covid meshka soo qaaday markuu waxa kala yaab soo iska dalbada N95 ka maskigan wuxuu ku fiican yahay de waxa la yiraahdo protection kiisa waa the best way America lagu sabay waa the best way very expensive qaali way marka kulli nooc ay u sameeyeen way kuwan kale waxa la ogaaday inay qaarkooda si fiican wax kaaga protectigan ilaahay wax protectigaray yaani inaysan xanuunka aad kaaga difaacay markaya isha ku haya insha Allah marka la furo asagana ana idin soo sheegay hadii ilaahay aad baad u mahadsantiin sida markasta faatiir family u taageertiin ugu xirantiin anigana markasta waxaan idin soo gudbinayaa fikrado iyo waxyaabaha socda insha Allah dad badan baa u baahan oo jecel inay ku maqlaan dadka badana waxyaabaha ama istubalsiyada ama taxi ritaan ahaato waxa laga yaabaa dad badan isu news ka daawanin ama luqadii ay isagaranayeen insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh